فالإنسان لابد يبدأ يومه ببرنامج. من أول ما صرت بروتيجي يعني دائما ببالي إن بروتيجي هذا شيء كبير. أشوف إن نقدر نصير أحسن شركة إكزوزات بالعالم. البساطة الحلوة، الكرسي، الطاولة، كل شيء حولي يدفعني إلى الإنجاز وإلى تطوير وتكبير هذا المشروع. الماي فقط للشرب. حتى لو ما عندي شغل بالنادي أي أقعد فيه، أنا أنتمي حق هالمكان وهذه وظيفتي، أنا متفرغ بشكل كامل. يعني ليش هوساك؟ سؤال جيد. لأن قاعد أشوف التغيير قدامي يصير خلال 48 ساعة. يلا يا شباب، دائماً أقول إن كل إنسان مبدع، وقاعد نشوف التغيير حتى بوجههم، من وجههم يبين إن هما غير. هذا الدرايف وإن شاء الله ما راح يتغير. الدافع اليومي بصراحة حبي إلى الغوص. عزوز لا تخاف ولا تحاتي، طالما أنا موجودة أنت بأمان. واحد بارمين يبي فلافل. خاف من الفشل الصراحة. الفكرة عجبت الناس، هذا النجاح.